أيها الحضور الكريم، ها هي قبيلة رداك شار قد أتت بخيلها وخيلائها اليوم لتشهد أمام التاريخ وأمام العالم أنها مجموعة تتسم بالعدالة وتتسم بالتاريخ المضيء الذي يشهد له الجميع. أيها الحضور الكريم، الكل يشهد ونحن نشهد على ذلك أن هذا المسار الذي اتخذناه اليوم إنه مسار مشيحة تقليدية علم وسيعلم الجميع بها، ولم يكن حالا فقد كان الكل يعلم أن فياه المعيوف كان شيخا ولا يزال وسيظل. اليوم نشهد جميعا من منكم يعلم وكلنا يعلم من يغيث الملهوف إنه فياه المعيوف، من يعالج المريض، من يطعم الجائع إنه فياه المعيوف. هذا الرجل يخدم أبناء العمومة، إنما خدم الإنسان إنه فياه المعيوف، تعرفونه جميعا. إنما خدم هذا العلم الوطني ليرفرف خفاقا على هذه الزكية، خدمه أيام حرب الصحراء إنه فياه المعيوف كما تعلمون جميعا. نحن اليوم نقول إلا كما يقول الشاعر، نرحب بالجميع مرحبا، قولها بلفظ متحد ولكنها باختلاف الناس تختلف. والآن مع الوديدة والسيساح الفنان القبيلة كم غلى النهار اليوم فن في كل معناه، قلناه منذور، قلناه مرسوم، وقلناه بالبت ولين جيناه والبت الكبير محكوم لليوم يوم 15 تنصيب فيه. الوفود تترى تتوالى وفدا بعد الآخر، قدمت من مناطق نائية وبعيدة لتحمل هذا الهم الآكشاري الذي يتسم بالعدالة والرزانة والمجد. نحن نثمن غاليا هذا القدوم للجميع وهذه القبائل التي قدمت من كل حدب وصوب لتعلنها صداقة للعالم وللجميع أن أولادك شار قد سلكوا طريقا صحيحا سليما سيشهد الجميع عليه في هذا اليوم المشهود. لقد فقدوا الرأس طويلا ووجدوه أخيرا، وجدوا هذا الرأس الذي تعرفونه جميع، ولا نحن نعرفه فقط، يعرفه الجميع، يعرفه الموريتانيون ويعرفه المخلصين لهذا الوطن. إنه فياه المعيوف الذي يتربع بينكم والذي يحمل مياشين المجد والكرامة والتي حملها أيام الخيانة، ولقد خرج نزيها بيد بيضاء من هذا المعمعان الذي دخله الجميع ولم يخرج منه سالمون إلا القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيدها أيضا أننا نقول أهلا ومرحبا جماعة رداء شام والتي ترفع شعارات العز والكرامة تحت هذا الاسم الجميل هو فياه والمعيوف. نحن نرفع هذا الشعار اليوم وليس شعارا فقط، إنه واقع وحقيقة. نرحب بالجميع، نرحب من ذكرنا ومن نسينا، نكررها مرات ومرات عديدة ويجب أن لا نمل منها، أننا نرحب بالجميع. فيغرف كما تعلمون هو المنطقة الريفية التي يمكن أن نقول الأهم زراعيا في هذه المنطقة، فجميع الوديان تتجه نحو يغرف الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، هنالك أناس طيبون مكثوا هذه الأرض وتمسكوا بها، فجميع أدرار طيبون وجميع موريتانيا بلاد شنقيط أرض المنارة والرباط طيبون كما دأب الموريتانيون الشناقط على ذلك. رانا طالبين من الشيخ فياه والمعيوف يتقدم شوي، يتقدم شوي لين نعود بالتوسيع، يتقدم لنا فياه شوي.